السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم على برنامج تكلا بي ام سايت. البرنامج ده بيفتح لي ملفات كتيرة جدا، يعني خلينا نقول له أنا عايز أفتح ملف جديد، بلاقي إن هو بيفتح لي ملفات اللي هي الـ IFC والـ IFC XML والـ IFC ZIP والملفات بتاعة الأوتوكاد DWG والملفات بتاعة مايكرو ستيشن DGN وملفات الـ XML. فدي نادرا لما تلاقي برنامج بيقدر يفتح كل الملفات دي مرة واحدة. فلو قلنا مثلا نفتح ملف كات، انا بفتح الملف اقدر ابص فيه، ممكن لو انا عايز احركه 3D اقدر احركه زي ما انا عايز، تمام، اقدر اعمل زوم زي ما انا عايز، واقدر اكتب كتابات واعمل مشاورات بالمارك اب زي ما انا عايز. بلاقي ان هو مثلا كاتب لي كمية التكست الموجودة في المشروع هنا، تمام. فهو برنامج لذيذ ان انت بتشوف كل اللوح اللي انت عايزها، وممكن تخفي تقول مثلا عايز اشوف اللوحة من غير تكست خالص، او ممكن تظهرها. القائمة دي قريبة من القوائم بتاعت الفوتوشوب، وقريبة من قوائم اللاير في الاوتوكاد، ان انت ممكن تظهر وتخفي حاجه زي ما انت عايز، تمام. تعال نفتح مثلا مشروع زي دوت. هو مميز لو انت مثلا شغال اوتوكاد وجاتلك ملفات مايكرو ستيشن او اي اف سي اللي هي الخاصه بالمصانع، تبدا بدل ما تقعد تسطب كل برنامج لوحده، ممكن تروح تسطب البرنامج ده مسافه صغيره وخفيف، وتبدا تشوف اللوح زي ما انت عايز. وحتى لو هي 3D هتقدر تشوفها كويس. وممكن تكتب نوتس زي ما انت عايز، كونفليكت لو انت عايز تشوف ايه اللي خبط في ايه. ممكن تقول مثلا الكونفليكت دوت ده خلاص اتحل، ده مش مهم، ده بالنسبة لي حاجة جديدة. تبدأ تشوف ايه المشاكل الموجودة، ممكن تكتب ملاحظات على الحاجات اللي فيها مشاكل. فهو برنامج حلو، اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو في اي ملاحظات عليه او اي حاجة اكتشفتوها جديدة او اي مشاكل فيه، او عندكم برنامج احسن منه، يا ريت تبعتولنا على مهاويس البيم، مدونة اللي هي مهاويس البيم، نبدأ نشوف ان شاء الله البرامج مع بعض. اخوكم عمر سليم.